السباحة. وصلنا لآخر فاصل من حلقتنا لليوم اللي هي تحضيرات رمضان، وبآخر فقرة وبآخر حلقة وبآخر كل إشي، صح؟ أنت حختميها مسك بوصفاتك السحرية، يعني دائما لما تكون نرمين معاي بتفرج على أشياء لها أول ما لها آخر. وهو شكله أنا هتعمل لنا إشي بالدجاج، فأنا شايفة دجاج مربعات. شايفة الدجاج تمام، الصدور الفراخ. صدور الفراخ. قبل ما نعرف نرمين شو تتعملنا، نرجع عند الشيف محسن ست سعاد ونشكرها على اللحم اللي عملت لنا اياها اليوم، على البستيك اللي جهزت لنا اياه. ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا منه. ما راح يدوقوا لانه فيش شيء مستوي، صح؟ لا لا، مسامحينكم اليوم. مسامحينكم. نرجع لك اخت نرمين. okay. سندريلا الشاشه العربيه. ايش تعملي؟ تفضلي. احنا هنجهز في الفاصل دوت او في الفقره دي بعض التتبيلات بردك للفراخ، عشان يبقى عندنا اختيارات كتير ممكن ان احنا نطبخ النهارده شيش طاووق جاهز عندنا. أيوة. عايزين نعمل صدور فراخ، هديكوا تتبيلتين ليها تبقى محطوطه عندنا في الفريزر جاهزه. اي حد جالنا او احنا النهارده تعبانين مش قادرين نطبخ، يبقى الحاجه جاهزه نطلعها بس من الفريزر. هناخد اول بوله امول. اتفضلي. هنعمل خلطه بتاعه الشيش طاووق بتاعنا. اول حاجه عندي كوبايه زبادي. تمام. زبادي مع فراخ، جميل جميل. وبعدين بتبقى طري جدا، ولما بتقعد بقى في التتبيله بيبقى حاجه حلوه قوي. ماشي. وهحط عليهم من مميزات الزبادي انه بيطر اللحم. بيطر بالظبط. شويه عصير ليمون. تمام. والحليب. أوكي. كمان على فكره والحليب. وهحط عليهم ثوم. اتفضل منهم، انا واقفه اساعدك. اتفضلي. دي هحط عليهم شويه ثوم مفروم. تمام. وهحط شويه جنزبيل. جنزبيل فريش. تمام. تمام. وهحط بابريكا برضو. بصير بيصير برضو. حلو كده. حراس بيطلع. اوكي. لا مش قوي امل، بتهيألي. وهحط عليهم ملح وفلفل. هاي الملح والفلفل يا عمري. اوكي. وهحط كمون وشطه. على فكره احنا لسه ما بلشناش الصيام، لسه بطلت تعرف الكمون من الملح. تيه انا اسفه امل. تمام. ممكن بس معلقه تانية. يلا سماح سماح. بتضحكني يا نرمين. يلا يلا قبل الفاصل بتعمل فينا نرمين. بلاش اقولكم عملت ايه يا امل؟ بس انا هحط حبه شطه صغيرين عشان اللي مش حابب الشطه وصيام وما نعطش وكده، فانا هحط بس ايه حاجه بسيطه تدي تيست. اكيد بتدي تيست. تيست حلو. وهنحط ايه شويه كمون. وبلاش كمون بيصير؟ ممكن بلاش كمون. انا بس بحب احط لكم شويه ايه توابل، وهقلب كل الخلطه دي مع بعض. اوكي. وهي دي اللي انا هحط فيها مكعبات الفراخ اللي هي متقطعه شيش طاووق، وتتساب في هذه الخلطه. هذه الخلطه. في هذه الخلطه. حلو كده. حولنا الغربية. تمام. بالشكل ده كده. وهنحطها في كيس يا امل من فضلك. على راسي. ونحطها اهو الكيس عندك. ونحطها في الفريزر. لما هنطلعها من الفريزر هنشيلها طبعا، هنستنى نفك تلجها. طبعا لازم. ونجيب الستيكس الخشب ونحط بقى، عايزين تحطوا بقى معاه شرايح الفلفل. أيوة. الالوان، تحطوا طماطم، تحطوا بصل زي ما انتم حابين. اطيب وهنحطها على في الكيس. تمام. هلا اجيب بوله ثانيه علشان نشتغل في تتبيله ثانيه للفراخ. انا عندي بقى دي صدور فراخ، هنعمل لها خلطتين. الخلطه الاولى بنسميها الفراخ اللي مثلا ايه ممكن نخرج ناكلها بره، اللي هي فراخ ترياكي. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط فيها ثوم مفروم. تمام. ثوم مفروم. وبعدين هنحط جنزبيل. تمام. ايه الاخبار يا امول؟ ممكن تيجي هنا شويه؟ شغاله على قدم الوساط. طب تيجي معايا هنا ولا بعتي الدرجه دي؟ طب استني شويه بس امسحها عشان هوسخت. اوكي. هلا باجي. استني، مش عارفه تشتغل بدوني صح؟ انا طبعا ما اقدرش. ما اقدرش ازاي اشتغل من دول. وهحط شويه ثوم بودره، حوالي معلقه. طبعا انتوا كده انا بقول لكم فكره التوابل اللي داخله في الخلطه دي، انتوا طبعا على حسب كميه الفراخ اللي عندنا هنعلي المقادير بتاعتي. اتفضل، ايش بدك مني يا حبيبتي؟ اوكي. ما اقدرش استغنى عنك. وهحط شويه بابريكا. ده بيدي فرصه لاولادك يختاروا حاجات كتير. بالظبط. يعني انت النهارده يا اولاد عندنا تتبيله فراخ 1 2 3، عايزين تاكلوا ايه النهارده؟ روحي مطلعه وحاطه. هتقدمي بقى جنبها ممكن بطاطس محمره، ممكن تقدمي جنبها مكرونه، ممكن تقدمي جنبها رز، بطاطس في الفرن مشوي، خضار مشوي في الفرن، زي ما اللي انت عايزاه. طيب شو بالنسبه للجوز؟ وين موقعه؟ الاولاد بدك تساليهم يا مامي حتاكلوا ايه؟ هو ايش؟ ايوه هو ما هو بيستنى يسمع الاول الاولاد عايزين تاكلوا ايه،
وهو بقى معاهم يعني، هو ساعات يعترض وساعات لا. ما شاء الله مرضي 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 مرضي. هو كله هيتاكل، ما انت عماله تعملي خلطه اثنين ثلاثه، ما هو في الاخر هتبقي توصلي انه كله لازم يتاكل يا جماعه. في ايه؟ بس يا رب يسعدهم يا رب. هنحط عليها شويه سمسم، وهحط عليها هنحط ملح وفلفل كمان يا امل، واحط عليها معلقه نشا. تمام اوكي. وهحط الملح والفلفل تاني. خلينا اسوي زي ما علمنا شيخ محسن. ايش هيك ايش سامعين؟ قولي لي. دي تك انتظر. ايوه انتظار. تفضلي انتظار. اوبا زي الخايف. بلاش كده زي اللي بنقص. خايفين خايفين فعلا. هحط عليهم شويه بصل اخضر. تمام اوكي. والسيرب بتاعي هيبقى عباره عن برسماك. لا ده صويا صوص. ايوه هحط بقى منه كده معلقتين. طبعا برضو هرجع واقول على حسب العدد او كميه الفراخ اللي احنا عايزين نتبلها، وهحط عليهم عسل نحل. والله انها لذيذه هاي الطبق. ده الفراخ الترياكي اللي انتوا بتروحوا تاكلوها في المطاعم الصيني بقى. اوكي انت عملتي التتبيله عندك في البيت وحطيتيها في الفريزر، تاكليها بقى في رمضان، حتى يعني تاكليها مع اي حاجه، المكرونه الصيني اي حاجه بالظبط. وهاخد كده. بس ده بقى مش مكعبات، ده لا ده صدور. بالظبط. طب احنا ما حضرنا ولا شيء للسحور في هذه التحضيرات مثلا. ممكن نسال سعاد، انت بتحضري تحضيرات معينه للسحور؟ ولا السحور بيبقى قبلها بيومين. قبل يعني الرؤيه بيومين بيبقى جبن بتجهزيها، الجبنه القريش، الجبنه البيضة العاديه، تدميس الفول. تدميس الفول تمام. ده من اهم الحاجات اللي لازم تبقى موجوده. وده هنحط امولة في كيس. عارفه ان مين انا ما بشتريش ده بيتشوي بقى. ده يتشوي على الجريل. على جريل بالظبط. ايوه ما بنشتريش فول. ما بنشتريش فول تمام خالص. خالص. ليش؟ على طول بيتدمس. بيتدمس في البيت بيبقى. ما بنشتريش من بره خالص. هو بيحتاج لمعلقه عدس اصفر. صح. بيخليه زي كرام. نص ليمونه. جزره فيها. وانا بحط جزره كمان. بتنقعي ساعتين قبل يعني اول ما تيجي الرؤيه، بتنقعي ساعتين ساعه العصر، بتكملي ثلاث المغرب هتلاقي نفسه زي الفل. زي الفل زي الفل. والزبادي. والزبادي الزبادي بيتعمل دوت يومين بيبقى جميل جدا. او يومين طبعا. كل يومين. كل يومين بيبقى حلو قوي. طيب حلو قوي. ايه رايك في ريحتها؟ طعمها بيبقى حلو جدا، وبعدين خصوصا انها هتبقى قاعده شاربه التتبيله كويس قوي. فلما هتطلعيها وتشويها مش وقت منها خالص، لان هي خلاص الانسجه شربت التتبيله. تمام. في خلطه كمان هعملها لكم، هتبقى خلطه بالروزماري والبشر الليمون. هنحط عليها معلقه مستردة، حاجه برده سهله وطعم مختلف بردك للفراخ. هنحط عليها بشر ليمون، وبرده زي ما قلت انت هتزودي الكميه بتاعه التتبيله على حسب كميه الفراخ، نص كيلو كيلو زي ما انت عايزه. طبعا من الافضل ان انت تبقي عامله كميه من الاول، وتبقى جاهزه عندك انت تقسميها. مثلا الكيلو الكبير تقسميه على اتنين عشان الوجبه. وهنحط بقى ايه؟ ملح وفلفل يا اموله هنا. ايوه. واحط شويه زيت زيتون. ملح. جميل كمان تكتري خلطه المشاوي حتى لو عملتي 2 كيلو بالظبط. كل ما بيقعد كل ما بيبقى جميل وشارب. صح صح كده. هون خلاص. بس عايزه الفلفل. حطيت انا فلفل. تمام اوكي. تسلم ايدك حبيبتي. كده وهحط بس عليهم شويه عصير ليمون. هدي كمان حلوه الوصفه. ليمون بتبقى طعمها حلو جدا، والمستردة مع الروز ميري بتبقى حلوه قوي كده. وهاخد الفراخ. انا شايفه انك عملتي تتبيله لون تاني ما شاء الله عليكي، يعني التتبيله دي لون غير ده خالص. لا على البلوزه. ماشي بالظبط. ماشي على البلوزه. التتبيله هنا احمر وهنا يعني حركات. علشان ايه كده تبقي نفسك مفتوحه كل يوم على رمضان؟ ما انت عارفه الواحد في رمضان بيزهق. كل يوم لون جديد. بالظبط كل يوم لون جديد. وبعدين انت بتزهق من الاكل. وبرضك يعني احنا ان شاء الله برضو هنبقى نعمل يعني وصفات ازاي تستخدمي بواقي رمضان، لان دي من الحاجات اللي مخلفات العزومه بتبقى حاجات صعبه. لا وفي كمان غير عن العزومه، يعني في ناس ستات البيوت بيطبخوا اكثر من صنف، يعني حتى لو كانت هي اولادها. يعني اكبر حرام عرفتي، لانه برمضان بالذات صعب انك تسخني ثاني يوم. صح
يعني انت صايمه مش ذاكي انك تفطري يعني حاول بالضبط نحاول انه يكون الاكل على قد. اعتقد ان افضل حاجه امل الباقي ده يتحط في حاجه شيء ويروح لواحد محتاج. اه والله لانك او صح. او مش كده كمان يا شيخ محسن، دي جميله. انت طبعا لو طبخت في يوم ولقيتي ان الاكل هيفيض عن العدد اللي عندك او العدد اللي هيفطر معاكي، من اول يوم تاخد تعمل على جنب كده طبق حلو او علب وتديهم في يومها عشان أكيد. يبقى انت حتى مرتاح ان ايه ان انت اللي هتفطره اكل زيك زيه، دي نفسيا بتريح. ده فضائل للشهر الكريم بالظبط. سبحان بالضبط. الله رمضان حلو جوه والجيران تبادلوا الصحون مع بعض كده بتتبيلات بتتبيلات الفراخ المختلفه اللي احنا حاولنا نوصل لكم افكار مختلفه جدا في استباحتنا النهارده لتجهيزات رمضان. جهزنا معاكم الفطاير، نوع من انواع الفطاير على طريقه امل، جهزنا معاكم نوع انواع او ثلاث انواع بالظبط للصوصات مع الشيف محسن، وسعاد عملت لنا تتبيلات بردك اللحمه البفتيك اللي لا غنى عنها في رمضان، وطريقه لكباب الحله عايزين تعملوه مع الخضار عايزين تاكلوه لوحده يبقى جاهز. وانا عملت لكم وصفات لتتبيلات للفراخ مختلفه كل يوم تغيري في سفرتك عشان محدش يزهق. نتمنى ان استباحتنا النهارده تكون وصلت لكم وتكون عطت لكم افكار ومعلومات جديده. كل سنه وانتم طيبين، وينعاد يا رب علينا يا رمضان رب. علينا وعليكم بالف خير. نشكر سعاد، كل سنه وانت طيبه ويا رب رمضان يبقى جميل معاك ومع عيلتك. شكرا شيف محسن. شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه. الله يخليك، سنه طيبه يا امل. ونشوفكم بكره واستباحه جديده. باي باي.